سأل عن فضل آية الكرسي. آية الكرسي آية عظيمة فيها معان كبيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. ولذا فإن من المناسب أن تقرأ آية الكرسي إذا أوى الإنسان إلى فراشه. وقد ورد في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت.